يكون البطل متعدد البارات. محليا، تعود نشأة الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى إلى 1963، تضم 48 رابطة ولائية و7 رابطات جهوية. أما عدد الممارسين لاختصاصي العشاري خلال 2013 هو 22. فولا كورس مشي معايا مع الضيف تاع اليوم اللي عنده تكوين جسماني خاص، عنده لياقة بدنية الله يبارك، يمارس 10 رياضات في آن واحد، وصاحب التاج الإفريقي في رياضة قليل اللي يمارسها في الجزائر. ما نطولش عليكم، يلا نشوفوها. العداء العربي برعدة، الكفاءة بالقوة العاشرة. أبرز إنجازاته: 2007 برونزية الألعاب الإفريقية الجزائر، برونزية البطولة العربية الأردن، 2008 البطولة الإفريقية أديس بابا، وتحطيم الرقم القياسي الإفريقي 2010 البطولة الإفريقية نيروبي، 2011 لقب الألعاب الإفريقية في القفز بالزانة مابوتو، وتحطيم الرقم القياسي الإفريقي 2014 بطل إفريقيا بمراكش المغرب. العربي برعدة من مواليد 1988 بالرغاية بالعاصمة، تميز منذ نعومة أظافره بالطاقة والحيوية الكبيرتين رغم بنيته المورفولوجية الضعيفة آنذاك، مما جعل أقاربه يفكرون في الرياضة التي تمكنه من استغلال طاقته بشكل صحيح، ووقع الاختيار على أم الرياضات ألعاب القوى في سنية العاشرة. وبالنظر لشغفه الكبير لتجربة كل الحركات، تم تخصيصه من طرف المشرفين وعلى رأسهم مدرب نادي الرغاية الأخضر بصباع في اختصاص العشري. الرعدة كما يسميه أهل اللعبة لم يتأخر كثيرا لإثبات مهاراته وتقنياته في مختلف اختصاصات العشري، ليقرر مدربه الأخضر بصباع توجيهه لمدرب أكثر خبرة وهو أحمد ماهور باشا الذي يعد خيرة المدربين الأفارقة في العشاري. الهدف الرسمي أو الأساسي هو بطبيعة حال الألعاب الأولمبية 2016، وين مرغوم علينا في الاثنين باش على الأقل نجيبوا ميدالية في الألعاب الأولمبية. التعايش مع الإقصاء ومرارة الابتعاد عن الميادين دون ارتكاب خطأ مقصود أو معلوم جعل العربي برادة يحمل شعار رب ذرة نافعة، كيف لا وهو الذي عاد بعد أسابيع قليلة من استنفاذ العقوبة لتبرق موهبته كالرعدة كما يلقب، ويحصد التاج الإفريقي بالمغرب عزما على التأكيد على براءته من تعاطي المنشطات بحصده الألقاب، ولما لا إهداء الجزائر أول ميدالية أولمبية. فكل التقدير والتشجيع لهذا البطل الذي تحدى كل الصعاب. برعدة العربية يعطيك الصحة انك لبيت دعوة درب الأبطال. الله يسلمك خويا، ونشكر ليكيب تاع درب الأبطال ونشكرهم اللي يعرفوا على الأبطال اللي راهم في الجزائر. يعيشك خويا، تراك في العشاري تنمو لكم نجاح ان شاء الله. ان شاء الله خويا، وندخلوا اليوم ما قدرناش نكملوه، تنمو عندكم بزاف في العشاري، عندكم بزاف في ديسيبلين خويا الأساس. اليوم ما عطينيش بزاف، دير في بالك بلي عطينا غير شوية شوية، وباسكو رانا في ديبي سيزون، رانا غير في بي بي جي برك، دونك دير في بالك بلي في كي نبداو الديسيبلين تاعي باغ اكزومبل جافلو لونغور فوا، دونك دير في بالك بلي ما حش نكمل حتى الوحده باش نكمل. واش بداك هذه لا ديسيبلين يا خويا؟ لازم تحبها، لازم تكون تحب العشاري باش دير العشاري. بديتها ملي كنت صغير؟ كان في عمري ديجا بديتها صغير بزاف صغير، خاطرش علاه المدرب كيشوفك
مدرب كي دخلك لي كومبيتيسيون هنا في الجزائر صح يشوف يعطيك نظره يشوف نظره باغ اكزومبل نقولوا في سون لونغ يدخلك جي بلاستيك في الجافلو جي بلاستيك فلابرش جي بلاستيك ماك هو يعرف يدخلك للعشاري ولا دير تشوف لونغور ولا سبيشاليتي اللي تخرج عليك ما في العشاري انت فاش مختص فاش حاجه اللي تعمر بها لي بوينت تاعك عندي 100 متر صح عندي 100 لونغور عندي 400 متر عندي جافلو عندي 1500 متر هادو يتسمى واللي مازلت مخصوص فيهم نتايا اكتو صح صح لونسي بوان لونسي بوان ضعيف شويه بزاف بعد ما حبيت هذه الرياضه اليوم راك بيرسيت فيها الله يبارك راك في المستوى العالي شكون الناس اللي عاونوك بون نبداو لك من الصغر الصغر بديت مع المدرب بصبع الاخضر هو اللي كان يعاون فيا كان يطلع فيا كان مع لونترينمون كان يعاونني بزاف في بلديه رويبه في بلديه رويبه صح والدوزيام بابا كان يشري الماتريال كان يشري لي ماتريال ويقول لي لا الاخرين هما اللي يشراو لك الكلب تاعك واللي يشراه لك هو لا هو بعد واحد 10 سنين باش عرفت باللي لونترينور تاعي لونسي لونترينور تاعي باش كان يقول لي قولي لا لا باباك هذاك هو اللي جابها لك ماشي كلب كثر خير دونك دوزيام بابا والحاجه الاولى المدرب تاعي الاولاني هو اللي خلاني باش وصلت لهكا باسكو نقولها نعاودها عشاك فنعاودها باسكو انا المدرب تاعي قال لي انا هنا ما نقدرش نزيد نطلعك للمستوى العالي كي كنت في ليكول فروي بار حق المدرب تاعك قال لك انا مانيش قادر نزيد نلحقك المستوى العالي صح قال لي نشوف لك مدرب واحد اخر دونك هو اللي جابني عند ماهور باشا الله يبارك ودونك راني في الحمد لله دونك راني في المستوى العالي راني في التوب 10 وراني شهادة الجامعة راك مصنف رقم 10 عالميا انا فهمني عبسك كي تكون مصنف رقم 10 عالميا قالوا لنا ما تقدروش تروح تبات بلا ما ديكلاري لما ديكلاري لا 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 يلزم باسكو حنايا كي تكون في التوب 10 صح يكون موراك الكونترول اون دوبينغ صح دونك كي تكون في التوب 10 ما تقدرش باغ اكزومبل انا لو كان نبات باغ اكزومبل نروح زعما نديبلاسي نروح للسطيف ولا وهران ولا كش حاجه لازم نخبر المدرب تاعي المدرب تاعك واش يخبر؟ يخبر لي شغل حنا في فيديراسيون تاع شغل فيديراسيون تاعنا لياف هي تستكلف بالرياضيين عالميا كامل دونك انا كي كنا نديبلاسي نروح للوهران لونترينور تاعي يعيط لهم لوتيل اللي راه بايت فيه ولا الشارع اللي راه بايت فيه الحي ولا ما باليش اونك اذا ما الا جاوني نقولوا الا جاوا للدار عندي للدار ما لقاونيش بيسك يدوا لي شغل يعطيك انت كيفاش نقولوا حنا افيرتيسمون دونك تسمى تحياتك ماشي مليحه في لاتليت انت عندك لابريسيون تاع لونترينمون لابريسيون تاع الكومبيتيسيون وعندك لابريسيون حتى زعما تروح ضيف ولا ما تقدرش ما راكش ليب ما تكونش ليب دونك وزيد في السبور تاعك ما حش تحضر دي فوا ما تقدرش تحضر حتى بعيد شر جنازات ولا كاش فرح ولا كاش حاجه ما تقدرش تحضر لازم تعلمهم لازم تتعلم اللي صح والتحضيرات لك تقوم بهم دوكا لما انك تحضر بون هي الحاجه الاولى الالعاب الاولمبيه راني حاب نكون عندي الالعاب الاولمبيه 2016 هذه هي الحاجه الاولى والحاجه الثانيه راني نحضر للبطوله العالميه اللي تكون في 2015 راك تحضر عليها بصفه دائمه راك تحضر في المستوى العالي كيفاش احكي لنا على الاجواء اللي طالع بريباراسيون تاعك كيفاش راهي الحمد لله راني مع المدرب تاعي بريباراسيون لومبيونس الحمد لله لي كونديسيون هنا في الجزائر محدوده شنو انا على لي كونديسيون سقسيك اسكو في الجزائر المستوى اللي راك فيه المستوى العالي راك في العشرة الاول 10 الاول على المستوى العالمي اسك لي كونديسيون اللي راك فيهم نقدر نقولهم كافيين باش بورع دا يكون بطل اولمبي او بطل عالمي من القدم كل صراحه ما تقدرش امبوسيبل واش يخص فيها يخص بزاف يخصنا عندنا يخصونا اطباء يخصونا باغ اكزومبل سال ميسكولاسيون لي موان دو ريكيبيراسيون تاع لاتليت اسمه سونا يكون قدامك في لونترينمون تماك سونا عندك لا كلاس ايس بات هذيك تاع لاتليت يدخل باغ اكزومبل لاتليت يكون حي تبليسه نقولوا راح يتبليسه مي كي تدخل في لا كلاس هذاك الاخر دير لا كلاس تعاود تريكيبيري لاتليت يعاود يريكيبيري لاتليت شو ما كي تكمل ديجا لونترين ما تحس بلي مونترين اش كي دير ريكيبيراسيون هذو وهذا من بعد تكمل النورمال اسكو عندكم برنامج سواء انت مع الستاف تاعك بيان مع لا فيدراسيون ولا مع الوزاره الوصيه انه بورعد هذا نوفر له جميع واش يستحق لوازين باش يكون من القدام بطل اولمبي اسما كاين برنامج بالك دوكا ماكش فيها
مي 2016 مازال لها عامين مازال لها بعيده شويه واه قريبه هي شوف اربع سنين وراها قريبه هي في العالم كامل العاب الاولمبيه العاب الاولمبيه يحضروا لي زاتليت في عمره ديجا 12 سنه 16 سنه ديجا محضر فيه قبل 2016 ولا 2020 ولا حنايا عامين هذه ماشي بزاف تحضر لاتليت انت حاليا راك تخمم في الاحتراف كان دوكا زعما تجي كان كونترا من فرنسا مع ان كلوب ولا من الماريكان ولا بكل صراحه تحترف ولا لا لا ما نقدرش علاش ما تقدرش باسكو عندي مدرب عندي احسن مدرب في افريقيا والحمد لله راني معاه كل عام راني بروغريسي و نريح باش نريح في كاش بلاد نريح ندرب في البلاد مع المدرب تاعي معليش صحه بلي موايا يكونوا كاينين لي موايا كاين كلش نقدر مي باش انت كونتي اونترينمون ولا كونتي زعما لا بيرفورمانس تاعك لقيتها مع المدرب هذا وشنو يخصك لي موايا زعما كيما نقولوا صاله مغلوقه صاله مشكلاسيون صاله مشكلاسيون تكون قدامك تقعد في الوقت هذا ما عندك حتى حاجه ليسونسيان كي تروح لونترينمون ما عندك حتى حاجه تخمم عليها تخمم لونترينمون تكمل لونترينمون تروح لوتيل من لوتيل ترقد ولا دي لا سياست ولا ترقد ولا تعاود لي لونترينمون ما عندك حتى حاجه تخمم عليها ما تحوس تخمم تروح منا ولا من هذا ليسونسيال لونترينمون وخلاص هذا احنا الحمد لله ان شاء الله نلقاو ابطال بحالك يحبوا بلادهم ماكسيموم ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله الدوله الجزائريه توفر لكم جميع الامكانيات باش تحضروا الى المستوى العالي ان شاء الله واللي وبرك الالعاب القوه نعرفوا بلي الالعاب القوه الجزائريه عندها مكانه كبيره على مستوى العالمي لابروف 2012 كانت عندنا ميداليه اولمبيه تاع مخلوفي تاع مخلوفي بالمناسبة نحيوه ومقبل مورسلي حسب أبو المرقة تما عندنا عن الاتليتيزم عندها مستوى عالمي ف كانت ألعاب القوى هي اللي يكونوا دائما لي ميداي باغ اكزومبل في الألعاب ولا الألعاب الإفريقية ولا الألعاب الأولمبية ولا بلاطرة ولا الألعاب العربية دائما ألعاب القوى هي اللي تكون أحسن في لي ميداي اللي تقوم يكونوا تكون أكبر لي ميداي عدد في لي ميداي في البطولات كامل بارك الله بصح في العشيري مازال ما شفناش ابطال اولمبيين من الجزائر يعني لوين انت ان شاء الله لوين انت في العشيري نشوفوك انت ولا واحد اخر على منصه التتويج في اكبر المحافل الدوليه ان شاء الله في 2016 ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله تكون بالك ان شاء الله تكون اول ميداليه اللي تحصل عليها في بورعده ان شاء الله في العشيري اللي كان ان شاء الله تكون هي الاولى في جوستيمون انت راك دوكا مصنف راك في توب 10 راك رقم 10 عالميا شحال عندك من نقطة؟ عندي 8311 نقطة 8811 نقطة راك في الجزائر الأول إفريقيا الأول العربي الأول في المستوى العالم يعني في المستوى العالم كاين اللي راهو فايتك شحال راهو؟ كاين تسعة فايتين هكذا رقم 10 العام هذا كاين العام هذا راه الأولاني راه أحسن رياضي هو 8500 نقطة شحال فايتك؟ فايتني 200 نقطة إن شاء الله إن شاء الله الدولة الجزائرية توفر لك جميع الإمكانيات باش هذوك ال 200 تولي أنت فايتو ب 200 إن شاء الله إن شاء الله هذا واش نطلبوا من السلطات ماشي غير تعاون غير بورعدة تعاون كاين لي جان بزاف اللي عندنا حنا نقدروا نكونوا في الألعاب الأولمبية بالك في 2016 ولا بالك في 2020 كانوا في ان شاء الله يكونوا اكثر من ميداليات ان شاء الله باسكو حنا عندنا لي زاتليت وعندنا برك نكونوا نتهلاو فيهم هذا ما كان ان شاء الله انت غير كما درت بطوله افريقيه غير كما درت ثانيك دوره دوليه في فرنسا وتحصلت على نتائج شباب بزاف الله يبارك في 2015 عندك بطوله العالم عندنا الالعاب الافريقيه عندنا ابي بريش شحال راح تكلاسي نكون في البوديوم ان شاء الله في البوديوم ثلاثه الاولى ثلاثه وعد اكتوعد كاع لي جان تاعو عندنا اللي يشوفوا كاع اكتوعد فيهم باللي راح تكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برك ما يكونوش لي بليسور هذا واش نقول خاش كي ما يكونوش لي بليسور هذاك هو الصح انا كي ما يكونوش لي بليسور نمد واش يكون عندي نمد هذا هو المهم انا صح نولي لك الحاجه خليني نكون صارح معاك 100% وسامحني اللي يعرف بورعده كل يروحوا ل 2012 عندما تم اقصائك بسبب المنشطات هي كانت مؤامره لا بروف انت غير كيما هذا العام ديت شامبيون دافريك تحصلت على ميداليه مرتبه اولى في البطوله في الدوره الدوليه لفرنسا يعني منشطات اسكي يزيدوا في لاتيت لا بيرفورمانس تاعو ولا ما يزيدوش يزيدوا بزاف صح انت هذه المره حسب واش وريتنا مع لي ميدسان اللي داروا لك اسكي راك مدوبي ولا ماكش مدوبي لقينا بلي نيجاتيف بلي بورعده ماهوش مدوبي من المستوى تاعك زاد طلع يحب يقول في 2012 كاين مؤامره ضدك
كانت مؤامرة ضدي وش نقول ربي وكيلو وما نقول ما نسمح لوش إن شاء الله و... أنا نقول ربي يهديك نرمو هذا إلا كان زير أنا حب نبقى نقي اللي دارها يقول بلي أنا درتها والله غير نسمح لي والله غير نسمح لي سونسيال بورعدة يبقى نقي باسكو أنا بينت بلي بورعدة ماهوش حاجة تاع الدوباج ما بورعدة يدير بلا بالدوباج ولا بلا دوباج أنا درت ديجا درت 8300 بوا اللي مازال ما دارها حتى واحد في الجزائر ليش انت وانا اللي جام يديروا سبور ولا اللي يحبوك ساسوا اللي يديروا الاتليتيز اللي يديروا لا بوكس واش تقول لهم عبر الكاميرا تاعنا قول لهم بون سبور ماشي غير الواحد اللي يدير الاو نيفو قول لهم واحد ميم بور لا فورم لا صحتك الكلش حاجه مليحه بزاف ونقول لكم لازم الواحد لازم يدير سبور كي ترقد ترقد مهني هذا واش هو وكذلك يعطيك الصحه مشاهدينا الكرام نتوما تانيك ما كاينش حاجه تجيكم سهل لازم ديروا بزاف لي ساكريفيس باش تولوا ابطال عالميين اوموا ديروا رياضه باش تكون مليحه لا سونتي حابين تتعرفوا علينا اكثر واكثر ولا حابين تعرفوا على هذا البطل عليكم غير تتبعونا عبر صفحه الفيسبوك اللي راهي تظهر اسفل الشاشه خويا بارك الله فيك الله بارك الله فيك بالتوفيق ان شاء الله 2015 نعاودو نتلاقاو ان شاء الله و 2016 نعاودو نتلاقاو بك ان شاء الله توجور بلاميدا ان شاء الله نتلاقاو بلاميدا تكون محطوطه هنا في الطابه ان شاء الله ان شاء الله بارك الله الله يسلمك يعطيك الصحه الله يسلمك الصحه حباك لاجوري تاع اليوم تيرمو اللي فيها بزاف الضحك ما كنتش حابها خلاص بون 2015 ما بقالهاش بزاف كمل في لابريباراسيون تاعك باش تكون حاضر ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه 2016 مشاهدينا الكرام نتوما تانيك يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا انتظرونا الاسبوع القادم مع رياضه واحده اخرى وبطل ذكركم برك انت حتى انت تقدر تكون هكذا شكر خاص الى ريستورون لومبرينت بجريدي 1 القبه سلام هذا البرنامج برعاية رامي جودة تستحق الثقة.